تباينت اراء ناخبين في ولايه ميتشيغان الامريكيه حول المرشحين لرئاسه الولايات المتحده من الحزبين الديمقراطي والجمهورية وارجع عدد من الناخبين اسباب عدم دعمهم لكلا المرشحين سواء الديمقراطيه كامال هاريس او منافستها الجمهورية دونالد ترامب بسبب سياساتهما الداعمه لاسرائيل ورفض الناخبين لاباده الجماعيه في قطاع غزه وتعد ميتشيغان احدى الولايات المتارجحه ذات التاثير الاكبر في تحديد ساكن البيت الابيض الجديد. لن اصوت لكاميلا هارس لانها مذنبه بارتكاب جريمه اباده جماعيه، انها تدعم التمويل وهي تظهر على شاشه التلفزيون العام ويرسلون رسائل نصيه تقول انا مؤيد لاسرائيل، انا ادعم اسرائيل. ان يقولون انا اؤيد قتل شعبك، لماذا اؤيدها؟ لماذا اصوت لها؟ لقد صوتت لها ولبايدن قبل اربع سنوات. والآن أشعر بالذنب مرة أخرى، ربما هذا هو تاريخ الديمقراطيين، إنهم يحبون الحرب، وأنا لن أصوت للديمقراطيين بعد الآن بالتأكيد. أعتقد أن ما أسمعه في الغالب من الناس هو أنهم يشعرون باليأس، أنهم يشعرون أنه بغض النظر عمن يصوتون له فإنهم لن يروا التغيير الذي يحتاجون إليه في سياسة إدارة ترامب أو هاريس، ومن المؤسف أن هؤلاء هم الخيارات المتاحة لنا. ولكن كما تعلمون هذا هو المعروض امامنا. المرشحه جيل ستاين مهمه فيما يتعلق بالشرق الاوسط لانها مرشحه مناهضه للحرب، واعتقد بشكل خاص ان ما نراه في الشرق الاوسط والاشياء التي تفعلها اسرائيل من الضروري دعم المرشحين المناهضين للحرب. العرب في المجتمع الكثير منهم مهتم بالتصويت لصالح ترامب لانه بهذه الطريقه يظهر للحزب الديمقراطي انهم لا يستطيعون مواصله سياساتهم الخارجيه لكن الامر ليس كذلك فالناس لا يتفقون مع ما يحدث اباده جماعيه لا ينبغي تمويلها لا يوجد اتفاق او اجماع على التصويت لمرشح محدد هناك البعض يسير في هذا الاتجاه او ذاك لكنني اعرف من محيطي ومن اصدقائي ان احدا منهم لن يصوت لا يرون احدا يشعر بكفاحنا ويلاحظ جراحنا وما نمر به وما نراه كل يوم لا احد يهتم بنا